إنجاز بطولي آخر يحققه الجيش الوطني في تعز. معركة هي الأعنف خاضها الجيش في شمال غرب المدينة لتحرير مواقع كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية تسيطر عليها. المعارك دارت في عدة مواقع في محيط الدفاع الجوي والمواقع المجاورة باتجاه شارع 50 شمال غرب المدينة، وتمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على جبل الرادار وجبل القارع، وواصل تقدمه باتجاه مواقع مطلة على شارع 50 وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا. نحن الآن نخوض معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية في منطقة الدفاع الجوي، وسيطرنا الآن على منطقة تبة اللادر وتبة القارع، والآن نحن على مشارف شارع 50، والتقدم ما زال مستمر وإن شاء الله سنلاحقهم إلى ما لا نهاية. يشق هؤلاء المقاتلون طريقهم بشجاعة نادرة بالحد الأدنى من الإمكانيات، يندفعون دون تردد نحو الهدف لا يحيدون عنه، فيما يسود نمط مختلف من التوجيه المعنوي الميداني المؤثر. هذه وجبة على قارعة الحرب يتناولها المقاتلون، قليل من الفاصوليا وكوب من الشاي وبضعة قذائف المدفعية الهاون، لكن الإنجازات مشهودة. فالميليشيا تراجعت عن المدينة وانحشرت في التباب المفتوحة على فضاء جغرافي، حيث لا يزال مجرمو الحرب يتصلون بإمدادات لا تنقطع مما كان اليمنيون قد ادخروه اعتقادا منهم بأن السلاح سيستخدم للدفاع عن دولتهم وأنفسهم. أنجز هذا المقاتل مهمته في الجبهة لتبدأ معركته مع الإصابة، حيث تتضاءل الإمكانيات الطبية في هذه المدينة التي لا يزال الحصار يضربها بشدة ويهد نظامها الصحي. طيران التحالف نفذ غارتين جويتين خلال معارك الساعة الماضية، تمكن خلالهما من تدمير دبابة تابعة للميليشيا وسيارة تحمل مدفع رشاش. في أكثر معارك مدينة تعز حسما يحضر عنصر المفاجأة، فعلى مدى أكثر من عامين أنجزت المقاومة والجيش الوطني في مدينة تعز أهم انتصاراتهما العسكرية عبر هجمات خاطفة بالحد الأدنى من الإمكانيات. يكمن المقاتلون على وقع ضربات لا تنتهي بالقذائف والصواريخ التي تنساكب فوق أحياء المدينة، ثم ينجزون كرتهم الظافرة على المعتدين.